أستاذ محمد، أولا مبارك لكم نجاح المهرجان، الكل أشاد بهذا النجاح، لمن تهدون هذا النجاح؟ والله الحقيقة يعني النجاح يعود أولا وقبل كل شيء للإمكانات اللي وفرتها لنا حكومتنا الرشيدة. كانت هناك دعم كبير من حين طرحت الفكرة، هذا الدعم سهل لنا أمور كثيرة، وأنا يعني أعتقد أنه أيضا النجاح أيضا للشباب والشابات السعوديين اللي كانوا هم خلف هذا نجاح المشروع، سواء مهرجان إذاعة تلفزيون أو معرض مستقبل الإعلام. حقيقة نفتخر ونعتز أنه شبابنا وشاباتنا بيقدموا صورة حضارية لما يقدم في السعودية، وكل اللي نسمعه الآن من الفيدباك اللي بيجينا من الزوار واللي حضروا كلهم عندهم نوع من الانبهار بما يرون، وأنا أعتقد أنه هذه خطوة مهمة. أيضا إحنا ركزنا على ننظر في معرضنا إلى مستقبل الإعلام، لأن مستقبل الإعلام متقلب وسريع جدا، ربما واحدة من المزايا المهمة أن إحنا جبنا خبرات عالمية وخبرات إقليمية نتناقش ونتحاور بحيث نستفيد من تجارب الآخرين ونحكي تجربتنا، لأنه في الأخير الفكر حق مشاع. بنهاية المطاف حينما تطلع على تجارب الآخرين تستطيع أن تطور ذاتك. شكرا جزيلا. شكرا لك. وفي برامج الشباب، الشباب المتطور، الجائزة الثانية ذهبت إلى برنامج سفراء الخير من إنتاج هيئة الإذاعة والتلفزيون السعودية. هذا اليوم بحضور نخبة من القادة والخبراء، قادة الاتصال والإعلام وخبراء الصوت والصورة. شوف الفرصة والقيمة الأهم اللي فاتت هذه التقنيات، إنه يلتقي بالقامات الخبرات، يدردش معاهم، ياخذ خبراتهم، ياخذ نصيحة، يسمع قصصهم. المهرجان أنا شايفة إنه التنظيم فيه رائع، إنه العدد اللي متعودين على سواء ضيوف الشرف أو اللي بيتكرموا أو المشاركين الشباب الصغير اللي هيدخلوا مسابقات عدد كبير جدا. مهرجان رائع ومتناسق بشكل عظيم جدا جدا، وسعيده طبعا بتكريمي في الرياض في المملكه العربيه السعوديه. معنا احيانا كرم في المهرجان هنا في الرياض، نشكر كل برشا برشا برشا. التكريم هو الحصاد، موسم الحصاد بالنسبه للمبدع. فعلا انا متفاجئه جدا، الشعب متحمس كثير لكل شيء جديد. انا شايفه انه هذا الوقت المناسب لاقامه هذا المهرجان هنا في ظل التطور الرهيب اللي جالسين نشوفه على المحطات السعوديه والاذاعات السعوديه خاصه، لانه هذا التطور اللي بيصير وهذا الصوره المبهجه الثقافيه الفنيه لتخلي مدينه الرياض في واجهه الدول الاعلاميه والثقافيه. السنتين ثلاثه الاخر في انتشار في مخرجين في السينما السعوديه مثال أمامك اليوم. أنا 18 سنة في الإنتاج، أنا اليوم أنقل كل أفضل
ايام نلتقي بالرياض ان شاء الله. فلانا هو من الفنانين فهي سعاده شخصيه لي انا، واكيد طبعا في عجله، في دفع عجله الاعلام السعودي والعربي ايضا الى الامام باذن الله، وشرق اوسط الجنسيه.